لكل شيء جذور، لكل جذور تربة، وللروح والهوية جذورها. جذور وقشور، غوص في أصل الأشياء، من الأحد للخميس مع دكتور خالد السيفي. مرحبا، أنا منحوس، كل ما أعمله يفشل وكأنه أصابتني عين. الناس والدنيا حاطين ضدي، هذه بعض العبارات التي أسمعها من الناس. وعندما تسأل بعضهم عن حاله يجاوبك الدنيا زفت، البلد بتقرف، وكلمات تانية. في الحقيقة وباختصار أن المشكلة ليست في الدنيا، الدنيا حيادية وجميلة، لكن أنت اللي عندك مشكلة. للتوضيح اسمع ما يلي. تخيل أنك في صباح أحد الأيام ولسبب ما تعكر مزاجك بسبب جدال مع أفراد الأسرة. ستخرج من البيت وأنت تلعن وتشتم، وكنتيجة لذلك سترى سواد الشارع وزحمة السيارات وأبشع ما في الناس. هذه صورة. الآن خذ صورة ثانية، أنك في صباح يوم آخر خرجت من البيت مبسوط وفي مزاج إيجابي. ستنتبه عندها إلى الشجر الأخضر وزقزقة العصافير وستصبح على الجميع. الآن توافقني أن الشجر والعصافير والشارع والضجة موجودون أصلا على طول وبحيادية وللجميع وكل يوم، لكنك لاحظت السواد عندما كان مزاجك أسود، ولاحظت العصافير عندما كان مزاجك صافي وجميل. المعنى أننا نحن نلقي ما بداخلنا على ما حولنا، فتبدو الأشياء جميلة أو سوداوية. وصدق أبو القاسم الشابي حين قال: والذي نفسه بغير جمال لا يرى بالوجود شيئا جميلا، فكن جميلا يا صاحبي لترى الوجود جميلا. لكل شيء جذور، لكل جذور تربة، وللروح والهوية جذورها. جذور وقشور، غوص في أصل الأشياء، من الأحد للخميس مع دكتور خالد السيفي.